وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة منال العلوي، الوكيل المساعد للصحة الأولية بوزارة الصحة. مساء الخير دكتورة منال. وبداية، يعني ماذا يعني لكم حصولكم للمرة الثالثة على الاعتماد الكندي لخدمات الرعاية الصحية الأولية، وإلى ماذا يشير ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أهنئ القيادة الرشيدة بتحقيق الصحة الأولية على 99.1% من معايير الاعتماد الكندي. وطبعا هذا يبين أن جودة الخدمات المقدمة في الخدمات الصحية في الرعاية الصحية الأولية في المملكة البحرين جودة عالية، ولهذا استطعنا من تحقيق 770 معيار من معايير الاعتماد الكندي. طبعا كانت المحاور الأساسية في هذا الاعتماد تعتمد على الجودة والسلامة، إدارة المخاطر وأخلاقيات المهنة والحوادث العرضية. وعلشان نتمكن من العمل على الحصول على هذا الاعتماد، عملنا لمدة سنة ونص تقريبا كل الكوادر في الرعاية الصحية الأولية الطبية والإدارية كانت تعمل بجهد وإخلاص، وكوننا 7 مجموعات من مجموعة الحوكمة والقيادة، مجموعة مكافحة العدوى، مجموعة إدارة الأدوية وخدمات المختبرات وخدمات الأشعة، ومجموعة الرعاية الأولية. والحمد لله بدعم وتوجيه من سعادة الوزيرة مكننا من الحصول على هذه النتيجة المشرفة. نعم، الدكتورة منال العلوي الوكيلة المساعد للصحة الأولية بوزارة الصحة، شكرا جزيلا.